يلا يا جماعة استعدوا الآن في تدشين للمنشد الغالي عبد الله الدفين. استاهل تعال. أول شيء فيه تدشين عمل قصيدة خمس أبيات شاعرنا أحبه جدا الله يرحمه ويسكن يفسيح جناته اللي هو عامر النوطان الجابر المري. ونعم الله يغفر عليكم جود الله يطول أعماركم. والقصيدة صراحة أنها لامسة شعور عبد الله، فكل واحد من إخواني اللي فاقد له هب ولا اللي فاقد لهم ولا اللي فاقد له ابن عم غالي، وأقرب الأمثال كلها فرق أخويانا حتى اللي يطلعوا من المنتجع اللي هو أخونا بندر القرقاح الله يستر عليه، وأخونا جريم المصارير، وأخونا عبيد بن مقبل الحربي، وأخونا ضيف الله العتيبي، وجال ربي حفظهم إن شاء الله. والقصيدة عن الفرقة وأحب شعرها جدا ودشنتها عمل، وبإذن الله إن شاء الله أنها تحوز على أرضك. نسمع. هذا الفرقة والعزم تشحننا الحين. الله يعين. الله يكون في عون. أنا والله ما أحب أدش أنت في فقرة تدشينا حزن غير الدفين والشعر الله يبيح منها ما نقدر نقول شيء. طول عمرك يا أبو مدعي تجال حمان خلا منك. ولا منك. ها؟ خلنا نسمع. يلا. سمعنا يا رب ما قيت ان الليالي تفرق الاجتماع لنا حدتني ظروف الليالي القاسية لنا حدتني ظروف الليالي والنتي عند المفارق ولحظة الوداع والنتي تهتز من هالجبال الراسية ودي أخفي لوعة الحزن نقدر المستطاع لا تنقض به جروحي أعرضوا يا جملة الناس عن كثر النزاع كل عين تنثر الدمع ما هي نسية حلت وجهك ابيض الله يطول عمارك رجال عمارك مطوار انا ماني بوقف اصفق وايش قومك عشان ايش حنت هذا اللي ايش بيسرين